خويا ما عندناش إدارة في البلاد، عندنا ناس بندية يخدموا كيما يحبوهم، يحب يخدمك يخدمك، ما يحبش يخدم ما يخدمكش، يقول لك غدوة ارجع لي غدوة وبعد غدوة وبعد غدوة تي. وكان مبعوث ما تعرف شكون ولد خالته ولا حاجة يقول لك أمورك فيسافيس، وكان جاي غادي ما عينوش يخدم ما يخدمكش. الإدارة توا أنت الملي كنت. باهي علاش معناتها شنو؟ علاش بالثورة هذه اللي عاملوها؟ لهذا يخدم على زيارة. والبلاد هذه ماهيش مش تقدم. خاطر ما تقدم كان بالخدمة. والناس ما همش يخدموا. ما فماش عالم يتقدم بلاش خدمة. عوين في المستشفى غائبين تماما. المرضى في المرضى يعني في الصباح يمشيوا لا تلقى طبيب ولا تلقى فرملي ولا تلقى كاتب ولا تلقى حتى شيء، خاصة المستشفى الرابطة اللي شفناه يعني غايب يعني على المهنة بتاعها. الإدارة التونسية رجعت الناس كل باندية، حتى العروفات ماش تحكم فيهم، وكل حد رجع يخدم على زي راسه، يعني أكثر من بريفي، يعني كل حد بريفي انت روحه، فعوض ماشي تتحسن ماشي للأسوأ. الإدارة التونسية معناها وخرت برشا، فهمتني؟ على الأقل يمكن لك قبل الثورة كانت ثم شوية نظام، تو ما عادش معناها الإدارات أي معناها تمشي لأي إدارة ما فماش احترام، فهمتني خويا؟ معناها الواحد كان يقول لك يولي مقهور في قلبه، يمشي باش يقضي قضية معناها ما يخرج من الإدارة مقهور، كان في أي إدارة معناها عمومية، فهمتني خويا؟ ساعات سبا ساعات مو سبا بس كشتون تمشي تمشي للبلدية والبوسة مش تخلص ورقة وتاخذ ورقة تمشي على ريحك سبا سليس معناتها ولا سبا بالنسبة لتون سبا تقارن لتون سبا تقارن مثلا دول أخرى مش سبا هزيت مضمون باش نعمل إيجاليزاسيون في وزارة الخارجية خاطر المضمون باش نبعثه لبرا مشيت العشرة متاع الصباح تعرف وقتاش نروح من شو اسمه من وزارة الخارجية روحت ماضي ثلاثة هذايا كلها على شنو باش يعمل لي ليجاليزاسيون 20 سيكوند ما شدهاش معايا سيد 20 سيكوند جست باش يعمل الكاشي ياك هاو من العشرة نستنى حتى الماضي ثلاثة واحد برك يخدم في القشي هذايا حكاية الإدارات فهمتي سيدي رمضان وصيف ما دورناش بهم جملة القاوي سهريات وكاهو ما عندنا علاش باش نمشولهم وما يقضيوش جملة تمشي 8:30 تدخل باش تقضي شهورك 9 غير 4 مازال ما جاش ساعات العشرة مازال ما جاش الواش يضيع الشهر النهار زيد النيابات الخصوصية دونك اللي حداو البلدية بعد الثورة ناقصين خبرة وزيد نقص المعدات فالخدمات كانت مش في مستوى اللي يستنى فيه المواطن في مختلف مناطق الجمهورية لا السيرفيس نتاعهم ماهوش رونتابل بالكل وعندهم نقص في البيرسونيل في الليفيكتيف ما تمشي مثلا البنك تلقى كاسة واحدة تنسي تقول لك خرجوا كونجيات ما يعملوش ما يجيبوش ما يدخلوش حتى كل سيزوني يخدموا معه كيف سي ان ار بي اس تلقى صف طويل وعريض تشد نهار كامل تمشي 8 تروح على الاول اي اداره تو تدخل لها في السونسونيك خسرنا اكثريه العباد مودوت يخرجوا للكونش ما يرمبلاسيونش ما عندهمش هما كيبداو كاملين وما يتسموا ناقصين ما فما بالك يخرجوا كونش والله اللي لاحظناه السنه ان فما ضغط ياسر على الاداره التونسيه المواطن كل شيء بالصف ما نعرفش اسكو تبديل الوقت ولا التوقيت الصيفي هذا يحل المشكله ولا مع الضغط نتاع الصيف مع السياحة اللي تدخل من برا الأخوة الجزائريين الليبيين ما نعرفش فما ضغط كبير ياسر على الإدارة التونسية وعلى خاصة البنوك معناها سيرتو البنوك نرى أن الإدارة التونسية بعد الثورة قد قامت عليها الدولة قبل كل شيء وحي كل الإداريين في البلاد التونسية لأن لولاهم هما أصبحت تونس في فوضى أعظم وفوضى عارمة غير أن التوقيت الإداري الجديد الذي معناه تم معناه ضبطه في الحكومة الجديدة لا في بحاجة المواطن حيث رأى أولا المواطن ثم أنا الإداري التوقيت نتاعه مقسم في خاصة في الحصتين ما يخولش للإداري باش ينجم يتمتع براحته كما يجب بغي مما يدخل عليه الإرهاق والملل وكذا وسأمة أما في خصوص مال التوقيت الصيفي حسب ما أرى أنه أولا وبالذات نرى فيه نقص لمحالة في بعض المجالات فالأعوان كلهم ليسوا لا يؤدون نفس الواجب